يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وصباح الخير عليك يا فسام. صباح الفل عليك يا منة، وصباح الخير على كل المشاهدين اللي بيشوفونا من كل مكان. النهاردة في الحقيقة هتنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، وده بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء. جميع فئات المجتمع في الحقيقة هتكون ممثلة النهاردة على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة. الجميل يا منة في الحوار الوطني أنه في مبادئ كده معينة، أنه الموضوع مش قائم على المناظرات، لا، في حلقات نقاشية هتبقى مبنية على الإقناع. مفيش حد هيبقى بيفرض رأيه، مفيش رأي أحسن من رأيه، هو الموضوع كله قائم على مناظر، يعني التفهم أكيد ما بين القوى المشاركة. الانطلاق النهاردة للجلسات النقاشية للحوار الوطني أكيد هيكون بيمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني اللي شعاره هتكون مساحات مشتركة، ده من أجل الوصول لمخرجات جدية بتخدم الوطن والمواطن. الحقيقة أن مجلس أمناء الحوار الوطني بذل مجهود كبير في الفترة اللي فاتت عشان يتوافق على المحاور الثلاثة للحوار، سواء كان الحوار السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، بالإضافة أنه حصل تشكيل لـ 19 لجنة لبحث المقترحات والرؤى الخاصة بمختلف القوى السياسية والأهلية والنقابية، وده فيما يختص بالقضايا اللي هتطرح في الحوار الوطني علشان يبقى عندنا أرضية مشتركة، الناس اللي قاعدة في البيت تبقى قادرة كمان تتابع وتدي كمان مقترحات. حقيقي، يعني عايزة أقولك كمان أن اللجان يعني اللي قدمت أو قدمت 113 قضية هيتم طرحهم ومناقشتهم في الحوار الوطني، وده في الحقيقة مجهود كبير جدا هدفه إنجاح جلسات الحوار الوطني، وكمان توصل لتوصيات بتحقق التوافق ما بين فئات المجتمع. عشان كده المميز في هذا الحوار إنه في تنوع بين الأطراف السياسية والفكرية والأيديولوجية والاجتماعية، وكمان بيمثل كافة الأطراف والقوى والتيارات المختلفة، بجانب أن الحوار مرتبط بعدد كبير جدا من القضايا والأفكار. يعني الهدف منه ترتيب أولويات دولة بحجم مصر وخلق مساحات مشتركة بين الجميع. وقيم الحوار الوطني بشكل عام هي المشاركة، الثقة، الانفتاح، الصدق، الإبداع، المساواة، كل دي قيم مهمة جدا. أعتقد أن يمكن الحوار النهاردة هيكون فرصة غير مسبوقة للأحزاب وكمان للقوى السياسية أنها تقدم رؤيتها وأفكارها، وكمان تطرح حلول عاجلة للتحديات اللي بتواجه الدولة المصرية، خصوصاً أن كل الملفات اللي هتكون مطروحة للنقاش من غير قيود ومن غير خطوط حمراء. كمان الجلسات هتكون علنية وهيحضرها وسائل الإعلام المحلية والعالمية علشان الكل يقدر يتابع، وعشان الكل يقدر يحضر المناقشة، وعشان الكل يقدر يشوف الأفكار اللي مطروحة حوالين ملفات الحوار الوطني. عشان كده بندعو الكل إن هو يتابع جلسات الحوار الوطني ويتابع إيه اللي بيحصل، وكمان يقول برأيه من خلال الموقع الإلكتروني. خلينا نصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.